رئيس مجلس النواب راح ينحسم بالتوافق ايضا ام بالاغلبيه العدديه تتوقع؟ هذه نقطة مهمة. يعني قبل بعد الانتخابات مباشرة وقبل شهر و15 يوم كان هناك جو بأن الساحة السنية هي 50-14، ولذلك فورا يعني الساحة العراقية ذاهبة باتجاه أن ذول الخمسين من راح يرشحون، ولكن مع الأيام اكتشفنا أن الحقيقة ليست كذلك، خاصة بعد إعلان العزم الوطني عن واقعه بأنه 34، وخذها مني سيكون 40 وأكثر من 40. في هذا سيضطر العزم ومنافسة تقدم للذهاب أيضا إلى التوافق على اسم رئيس مجلس النواب، وينتهي المشروع الشخصي. يعني أنا أدعي بأن مشروع التقدم كان مشروعا شخصيا فقط، يقاتل من أجل تكرار رئيس مجلس النواب مرة أخرى، في حين يقابله مشروع عزم كان مشروع وطني يتحدث عن النازحين، يتحدث عن إعادة إعمار المدن المحررة، يتحدث عن المغيبين، هذا كان همه. ولذلك ترى أنه انتقل من 14 أو 15 وراح لل34 وسيكون 40 و42، لأنه مش مشروع شخصي يبحث من هو رئيس مجلس النواب القادم، وإنما مشروع وطني بالدرجة الأولى، ومشروع يعنى بالمناطق التي ينحدر منها. إيش قد تنسبة أن ينجح تحالف المكون.